رؤى بيحاول على قد ما يقدر، بس هي الموضوع بقى نفسي مع الناس ما تعرفش ليه. عمرو السيسي برضه بعيد مشكلة جدا. رؤى مع جمهور الزمالك مشكلة نفسية فقط ولا مش اللاعب يعني نفسه هو اللاعب يعني خلاص اللاعب بينه وبين الجمهور ما بقاش فيه عمار، ودي أسوأ حاجة في اللعيب اللي في النادي جماهيري. انا تمام. جربتها وشفتها في ناس زمايلي كتير وعاشرت ناس زي دول. خلاص الموضوع بالنسبة للجمهور قفل. عارف لو هو بيطلع كل مرة احسن واحد في الماتش هتلاقي الناس مش مقتنعة بيه فاهم وبيقطعوا قصدك، فيه، وهو احسن واحد في الملعب والناس اللي حواليه عارفين في في الملعب شرخ حصل في العلاقة. في العلاقة خلاص. فالموضوع هيبقى صعب معاه الفترة اللي جاية. طبعا انت برضو بتتكلم في مدرب، ممكن يجي لك مدرب يتأثر بالكلام ده يقول لك لا 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 اركن اريح دماغي. بالظبط، ريح دماغك. كل ماتش هلاقي احسن واحد والناس هتشتمه برضه تقول لي انت بتلعبه ليه. ده عايز مدرب الشخصية بقى. بالظبط كده، واحد يكون عنادي وشخصيته مش في دماغه عشان يلعب. فانت يعني المكان ده يعني مشكلة بالنسبة لك. مش دلوقتي مشكلة في النادي الزمالك.